السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن أبعاد سيطرة قوات النخبة الشبوانية على مقر اللواء الثاني مشا بحري في محافظة شبوة، وتأثير ذلك على مقدرة الحكومة في السيطرة على الموانئ وموارد الدولة. إذن سيطرت قوات النخبة الشبوانية التابعة للإمارات على مقر اللواء الثاني مشا بحري وميناء النشيمة في مديرية رضوم في محافظة شبوة. ونقل موقع المصدر أونلاين عن مسؤول في المحافظة أن سيطرة القوات الموالية للإمارات على ميناء النشيمة في هذا التوقيت يأتي لتعطيل عمليات الإنتاج والتصدير من حقول النفط في المحافظة وإحباط محاولة الحكومة السيطرة على الموانئ. هذا وتسيطر القوات الإماراتية على مشروع الغاز الطبيعي المسال في بلحاف، ومنعت إعادة تصدير الغاز وحولت المنشأة إلى معسكر لقواتها وعملياتها. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: كيف يمكن للحكومة الشرعية السيطرة على مواردها في ظل الرغبة الإماراتية المعيقة لكل تحرك؟ وإلى متى يستمر الصراع بين الحكومة والأطراف المدعومة من الإمارات؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. مجددا تنشط الأحزمة الأمنية والنخب المدعومة من الإمارات في المحافظات الجنوبية، وتعود لاستئناف صراعها المحموم في منازعة الحكومة الشرعية السيطرة والنفوذ على مقدرات البلاد والأماكن الحيوية فيها، حيث أعلنت النخبة الشبوانية سيطرتها على مقر اللواء الثاني مشاة بحري وميناء النشيمة في مديرية رضوم جنوب شرقي البلاد. مصادر محلية قالت إن القوات الموالية لأبو ظبي انتشرت في الميناء ومقر اللواء بعد انسحاب القوات الحكومية التي كانت تسيطر عليهما. مراقبون يرون أن سيطرة القوات الموالية للإمارات على ميناء النشيمة في هذا التوقيت يأتي لتعطيل عمليات الإنتاج من حقول النفط بمحافظة شبوة وإحباط محاولة الحكومة السيطرة على الموانئ. تأتي هذه التطورات بعد أن كانت الحكومة قد نجحت في إعادة تشغيل بعض حقول النفط واستئناف الإنتاج النفطي بضخ ما يقارب 500,000 برميل إلى ميناء النشيمة وبيع أول باخرة نفط من شبوة. القوات الموالية للإمارات لم تكتفي بعرقلة تصدير النفط وحسب، بل إنها تسيطر أيضا على مشروع الغاز الطبيعي المسال في بلحاف ومنعت إعادة تصديره، علاوة على قيامها بتحويل المنشأة الحيوية إلى معسكر لقواتها وعملياتها. ومع كل تطور جديد يبرز السؤال الجدلي حول أهداف تدخل تحالف السعودية والإمارات الذي تحول عن عمد وربما بتخطيط مسبق من مساند للشرعية في حربها مع الانقلاب إلى منازع لها على الأرض والموارد. ويبدو أن الحكاية لن تنتهي هنا، وأن فصولا مريرة لا تزال قادمة. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من ماليزيا المحلل الاقتصادي عبد الواحد العوبري. سيد عبد الواحد مساء الخير. مساء الخير أخي شادي. أهلا سيد عبد الواحد، يعني لو تطلعنا في البداية يعني حول إشكالية نفط محافظة شبوة من حيث الإنتاج وأيضا من حيث التصدير. أوكي، مبدئيا لحد الآن وبسبب ربما الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات من التحالف العربي، هناك عرقلة واضحة لكل محاولات إعادة التصدير من الشركات الموجودة في شبوة، باستثناء شركة OMV المملوك جزء منها للإمارات. أما بقية الشركات الموجودة مفترض أنها تستعيد إنتاجها بشكل طبيعي، فلم يسمح لها حتى اللحظة باستئناف عملياتها الإنتاجية وإعادة التصدير. يعني نفهم منك أن الشركة الإماراتية الوحيدة التي يعني ما زالت تعمل أو تباشر عملها في نعم شركة هذه المناطق. شركة أوم في النمساوية تعود 25% تقريبا من ملكيتها إلى الإماراتيين. نعم. وهي الشركة الوحيدة في شبوة التي تمكنت من استئناف عملياتها الإنتاجية، وقامت قبل فترة بسيطة بتصدير حوالي 500,000 برميل عبر ميناء النشيمة النفطي.
نعم. أما بقية الشركات لم يسمح لها. طيب يعني نفهم أنه أيضا العملية النفط متوقفة منذ بداية الأزمة في هذه المحافظة بشكل كامل، عدا يعني هو العمل الذي تقوم به هذه الشركة، لكن أيضا هذه الشركة تعمل خارج يعني صلتها بالحكومة الشرعية أم ماذا؟ الطبيعي الحكومة اليمنية علمت أنها قامت بتصدير 500,000 دنانير، ولكن هذه المبالغ كلها لم تورد إلى البنك المركزي اليمني ووردت إلى حسابات خاصة بالحكومة اليمنية في الرياض. كيف يتم وماذا يحدث؟ هناك انعدام كامل للشفافية في هذا المجال، ولا نعرف ماذا تقوم به الحكومة وماذا يحدث. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيد عبد الواحد، أشرك معنا في النقاش المحلل السياسي فهمي الثقاف، سينضم إلينا من عدن. سيد فهمي مساء الخير. مساء النور عليك وعلى مشاهديك الكرام. أهلا بك سيد، أهلا بك سيد فهمي. يعني صراع واضح في محافظة شبوة، يعني برأيك كلما نشهد تحسن في يعني مجال تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، تعود هذه الأزمات إلى الواجهة مجددا كصراع على الموارد والسيطرة عليها؟ طبعا الصراع بين السلطة أو بين الشرعية والتحالف، اعتقد انه صراع من طرف واحد من طرف التحالف، اما الشرعيه فهي الطرف المشغول به دائما للاسف الشديد، وبالتالي لا تملك من امرها شيئا للاسف. الشرعيه صامته، الشرعيه لم تتكلم او تلبس بالشفاء وتوضح للراي العام المحلي والدولي وتقول الحقيقه، حقيقه علاقه الشرعيه بالتحالف للاسف الشديد علاقه غير سويه بالخالص. علاقة تابع المفروض، هذا أمر مسلم به. التحالف ذاته يتحكم في بكل شيء في البلاد. نعم. من مواردة إلى عملية الأمن والاستقرار إلى كل شيء، بكل مفاصل الحياة في ما يطلق عليها المناطق المحررة للأسف الشديد. الشرعية فقط متواجدة في فنادق الرياض للأسف. وإن وصلت إلى عدم توصل إلى معاشيق ولم تغادرها. نعم. وبالتالي الأوضاع داخل اليمن عموما وفي المناطق المحررة هي من سيء إلى أسوأ، بل وتزداد في السوق مع كل لحظة للأسف الشديد، مش مع كل يوم، مع كل لحظة. الانهيار الاقتصادي هذا يعني ذاته يهدد المواطنين قاطبة في اليمن عموما. انهيار الريال أمام العملات الأخرى أيضا، تقريبا كل لحظة نشاد سعر. وبالتالي الأمور ستزداد سوءا لأنه موارد البلد هذه ضائعة. يعني الجميع يشكو سيد فهمي، الجميع يشكو من مسألة صمت الشرعية، يعني هذا الحديث لربما يعني عامين والجميع يتحدث عن صمت الشرعية وسبب صمت الشرعية، يعني حيال كل ما يحدث من عبث على أرض الواقع. يعني كيف نفسر هذا الصمت؟ يعني هل يعقل أن تتحول هذه الشرعية يعني لمجرد فقط يعني الأشخاص المتواجدين فيها يحافظون على مصالحهم الشخصية وتاركين البلد دون أي اعتبار؟ للأسف شديد الشرعية ومن يمثل الشرعية أو أشخاص هؤلاء الذين أشرت إليهم أنهم فقط يحافظوا على مصالحهم دون اقتراف الا لمصالح البلد ومصالح المواطنين. هذا حقيقه واضحه ومجسده، هؤلاء يحافظوا على امتيازاتهم التي يحصلوا عليها من دول التحالف، اغانات، رواتب بالعمله الصعبه، وظائف لهم ولاولادهم، وبالتالي بالتاكيد لا يهمهم ما يحدث في البلد وما يهمهم ما يحدث للمواطنين هنا. هؤلاء لماذا لم يتكلموا؟ ما الذي يمنعهم؟ ما يمنعهم عن الحديث وعن الكلام هو ما تم استلامه من التحالف للاسف الشديد. يعني رب الله سبحانه وتعالى ابتلى الشعب هذا بسلم المرتزقه
لها اسماء وعناوين مختلفه تحملها الشرعيه وما شرعيه. اين الشرعيه هذه من حياه المواطنين اللي تنهار كل يوم تداور كل يوم مع تداور العمله؟ للاسف الشديد عندما تبيع الشرعيه 500,000 برميل من النفط وتوضع ما باعته في البنوك السعوديه، كيف لا نريد الريال هذا ان ينهار؟ نعم. الشرعيه عندما تتكلم حكومه الشرعيه وتقول بانه عليها ان تحصل الايرادات وتوصي بانه بيع النفط والغاز، طيب انت صاحب القرار، الحكومه هذه هي صاحبه القرار وهي يفترض من تقرر من تبدا من تشرح بالبيع ومن تشرح بتحصيل الوارده، لا ان تطلب هذا. انا من اطلب كمواطن لانني لا قرار، ما فيش قرار بيدي، ما اطلب المنظمات المجتمع المدني الى اخره، نوصي نطلب نسال، لكن الحكومه الشرعيه يفترض انها تكون صاحبه قرار ويفترض انها هي صاحبه القول الفصل، لكن لن نرى هذا. الشرعيه عندما تسمعها في خطاباتها في كل ما يحدث في البلد، في مساله الاغتيالات تدين، تدين من؟ الإدانة قضية لنا نحن يا اخي كناشطين وصحفيين ومنظمة المجتمع المدني. بالضبط، إذا سأعود لأكمل معك سيد فهمي، لكن دعنا نشرك معنا في الحديث أيضا. سينضم إلينا من القاهرة شفيع العبد وكيل وزارة الشباب والرياضة. سيد شفيع مساء الخير. يا مساء النور. أهلا بك سيد شفيع، يعني نتحدث اليوم عن سيطرة قوات النخبة الشبوانية على ميناء النشيمة في محافظة شبوة، و يعني هذا ياتي يعني نتاج لمسلسل مستمر من عمليه السيطره على موارد الدوله من قبل قوات مدعومه من الامارات. يعني نحن نتحدث، نسالك هنا، لماذا تلوذ الشرعيه بالصمت ازاء كل خطوه من هذه الخطوات؟ بدايه دعني احيي ضيفك الكريم والاستاذ والصديق الحديث امين الثقاف. ما يحدث هو تكرار نفس السيناريو الموجود في ميناء الضبة بمحافظة حضرموت، أقصد ما يحدث اليوم في ميناء النشيمة. نعم. مديرية ربوم محافظة شبوة، تكرار نفس المشهد الموجود، يعني في إشكاليات حصلت منذ فترة ما بين السلطة المحلية بالمحافظة وقوات الإمارات المتواجدة والمسيطرة على ميناء بلحاف. كان هدف السلطة المحلية أن الحماية الأنبوب، أنبوب تصدير النفط، تسلم للألوية العسكرية التابعة للجيش اليمني مثل اللواء 21 ميكا واللواء اللواء الثاني مشاة بحري. لكن للأسف الشديد أن الضابط الإماراتي أو المندوب السامي الإماراتي المتواجد داخل ميناء بلحاف كان له أمر آخر، لا يريد إلا أن تتم السيطرة لهذه القوات التي هي عبارة عن أداة تم إنشائها داخل هذه المحافظة وغيرها من المحافظات لتنفيذ أجندات خاصة، أجندات خارج السياق العام للتحالف العربي الذي جاء من أجله. منذ 3 شهور تقريبا تم تصدير اول شحنه للنفط في محافظه شبوه عن طريق الانبوب، والانبوب هذا الانبوب طبعا قديم، انشا في عهد الجمهوريه الديمقراطيه الشعبيه من قبل الاتحاد السوفيتي. يعني حتى الانبوب لم يعد ذلك الانبوب الصالح لعمليه نقل المشتقات النفطيه، ولكن تمت الجهود بذلت وتم تصدير اول شحنه نقل النفط من حقول منطقه عياد بمديريه عرماء. نعم. الى اسف منطقه العقله مديريه عرماء، الى مناطق الى منطقه عياد بجردان، ثم تم اعاده شحنه مره اخرى الى عبر الانبوب الى ميناء النشيمه. ميناء النشيمه بحوالي طول الانبوب 210 كيلو متر. نعم. الان في شحنه قادمه اخرى سيتم تصديرها بعد 15 يوم وقد تم سداد قيمتها لشركه صينيه. ما يحدث اليوم من نزول القوات النخبه بالتزامن مع دعوه ما يسمى بالمجلس الانتقالي للسيطره على الموارد او المنشات الاراديه والمؤسسات الاراديه داخل المحافظات الجنوبيه. نعم. ما يحدث ان نزول القوات النخبه جاء تزامنا مع هذا البيان الذي جاء. الاشكاليه اليوم ان قوات النخبه هي منذ فتره طويله تسيطر على مساحه كبيره من الانبوب، من الكيلو 80 الى قايه الكيلو 210 مع السيطره على الخزانات، وعددها 5 خزانات في منطقه النشيمه، سعتها الكليه حوالي 126 ل 130 الف برميل. الجيش لا يسيطر الا على المناطق الحقول النفط، انتاج النفط في منطقه العقله، وكذلك من عياد الى الكيلو 80 من الانبوب في منطقه الضلع مديريه حبان. ما يحدث اليوم هو تكرار محاولة لمنع التصدير، محاولة لإعاقة التصدير داخل هذه المحافظة خدمة الأجندة لم تعد مخفية خاطئة. نعم. على أحد، الكل يشعر ما هي الأجندة وهي واضحة للعيان.
إذن وضحت الفكرة. لا سأعود لأكمل معك سيد شفيع، تكرم بالبقاء معي. أعود للمحلل الاقتصادي سيد عبد الواحد العوبلي. سيد عبد الواحد، إذا ما تحدثنا عن الأهمية الاقتصادية لهذا الموقع الذي سيطرت عليه قوات النخبة الشبوانية، ما هي الأهمية الاقتصادية لهذا الميناء، ميناء النشيمة أقصد؟ في الوضع الطبيعي زي ما ذكر الأخ شفيع من القاهرة أن هذا الأنبوب موجود من الثمانينات وبنوها الروس، وهو المنفذ الوحيد لكل الشركات الإنتاجية الواقعة في شبوة وحتى الموجودة في مأرب لتصدير نفطها. يعني لو حصل استعادة كاملة لإنتاج النفط فسيكون المنفذ الوحيد للتصدير هو ميناء النشيم النفطي. فبالإمكان عبر هذا الميناء تصدير ما لا يقل عن 35 إلى 40 ألف برميل من صافر، ومثلها من جنة هند، وربما 20 ألف من بقية الشركات الموجودة في محافظة شبوة. فما لا يقل عن 100 ألف برميل يوميا بالإمكان تصديرها عبر هذا الأنبوب باستخدام ميناء النشيم النفطي. ومن هنا يظهر لنا جليا الأهمية الاقتصادية والحساسة في هذا الوقت للسيطرة والاستحواذ على هذه المنطقة. نعم. طيب يعني من ناحية طبعا. نعم تفضل. تفضل أكمل سيد. وهذا طبعا يظهر برضو الحاجة إليه بحكم الوضع الذي وصل إليه الريال اليمني، والحاجة الماسة للحكومة اليمنية لتحصيل إيرادات بالعملة الصعبة لدعم الاقتصاد الوطني وإعادة الريال إلى مستواه السابق. فهذه محاولة السيطرة على هذا الميناء وتعطيل كل جهود الحكومة اليمنية في سبيل استعادة مواردها الاقتصادية يدل بشكل أو آخر على حث التحالف على إبقاء الوضع الاقتصادي لليمن في مستواه الأضعف وبشكلها السيئ حاليا. نعم، أقصد هو مع بطلان كل هذه المشاريع القائمة والتي تقوم بها الإمارات بين فترة وأخرى في يعني ميناء، يعني موانئ بين منطقة وأخرى، ولكن تظل عملية تحسين الوضع كما أشرت أن الحكومة عادة أو يعني شحنات النفط التي تباع أو تصدر إلى الخارج هي في الأخير تعود هذه المبالغ إلى حسابات ربما ليست تابعة للدولة وإنما حسابات شخصية. مما لا شك فيه، يعني أنه صحيح هناك ربما خطة تآمرية من الإمارات والتحالف العربي بشكل عام، لكن هذا لا ينفي أن لدينا حكومة الشرعية مهترئة وفاسدة وتحرص بشكل أساسي على مصالحها الشخصية. وأساسا لم تكن هذه الحكومة فاسدة لما تجرأ الإماراتيين أو غير الإماراتيين على القيام بما يقوموا به حاليا. فالحكومة مشكلتنا خارجية، ولكن من سمح لهم ومن فتح الباب في البداية هي حكومة الشرعية والفاسدين المسيطرين عليها. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا السيد عبد الواحد العوبلي محلل اقتصادي، كنت معنا من ماليزيا. أذهب بسؤال للمحلل السياسي فهمي الثقاف. يعني سيد فهمي، نتساءل هنا إلى متى يستمر هذا الصراع وما هي الأهداف والأبعاد؟ الصراع طبعا هذا سيستمر حتى وإن غيرت الحكومة هذه استبدلت، لن تستبدل أي حكومة بعد هذا إلا بمشيئة إماراتية سعودية. الأوضاع للأسف الشديد ستستمر. الهدف منها هو تركيح الشعب اليمني وجعل الشعب اليمني يلهث وراء قوت يومه، وبالتالي التحالف يحقق مشروعه الذي أتى من أجله. التحالف لم يأتي قطعا من أجل إعادة شرعية عبد ربه أو غيره من الأعمال، لا، التحالف أتى لتحقيق مصالح خاصة به تماما تتعارض مع مصالح اليمن واليمنيين. التحالف أتى للسيطرة على طرق التجارة العالمية وعلى الموانئ وعلى الجزر وعلى ثروات اليمن واليمنيين. نعم. والشرعية هي شاهد الزور الأخرس للأسف الشديد، يعني استمرت أن تحصل على
امتيازاتها الماليه وعلى غاماتها في دول التحالف. وما الذي بامكان المواطن اليمني ان ينتظره من الحكومه بهذا الخبر وهذا الضعف وهذا الهوان؟ سجل. نعم. إذن للاسف الشديد وضحت الفكره. ساعود اليك سيد فهمي، اذهب لسيد شفيع العبد. يعني سيد شفيع، يعني هل يمكن القول ان كافه المناطق الحيويه باتت اليوم تحت السيطره الكامله للقوات التابعه للامارات، ام ان يعني ما زال هناك مواقع حيويه وذات اهميه تسيطر عليها الحكومه الشرعيه؟ عزيزي، لا يستطيع اي مسؤول او اي مواطن يمني ان يذهب الى اي منشاه اقتصاديه او حيويه داخل البلد الا بالاذن من الضابط او المندوب الاماراتي الموجود في هذه المنشاه او تلك، مرورا من مطار عدن الدولي، ميناء عدن، وصولا الى المسيله، ميناء الضبة، مطار الريان، ميناء بلحاف. كل هذه مرتبطه بالامارات مباشره، سواء عن طريق ضباطها او عن طريق الوكلاء الذي تم انشائهم لهذا الغرض، التي نسميها تحزيمه ونخب. الإشكالية الكبرى هي حقيقة في ضعفنا نحن، لولا الضعف الموجود داخل المنظومة الشرعية والفساد الموجود داخل الشرعية إضافة إلى الهوان الموجود داخل القوى السياسية لما وصلنا إلى هذه الحالة التي نعيشها اليوم. في انحراف حقيقي عن الأهداف المعلنة، صحيح في أهداف خفية، في أهداف خفية منذ اللحظة الأولى لكنها ظهرت للعيان الآن. لا نفترض أن يكون هناك موقف جاد، موقف حازم. لا ننتظر كل هذه الأمور يعني أن تمر دون أن تتحرك لدينا مسؤولية معينة لاستشعار بالمسؤولية وتحريك صحوة الضمير اليمني. ما يحدث للأسف الشديد يتعلق بانتهاك كل صور السيادة اليمنية داخل الأراضي اليمنية. ما يحدث أيضا في حالة من دعني أقول للأسف الشديد الانقسامات الموجودة داخل القوى السياسية اليمنية هي التي أضعفت أيضا الحالة الموجودة، البحث عن مصالح آنية، الصمت إذا ما يحدث. للأسف الشديد هو وصلنا إلى ما نحن فيه اليوم. لن نستطيع ان نحافظ على مواردنا ونحافظ على المنشات الحيويه داخل البلد ما لم تكن هناك وقفه جاده من كل القوى السياسيه داخل المنظومه الشرعيه او خارجها. نحن مؤمنين بالسعاده الشرعيه، ليست الشرعيه بشخوصها بالمطلق، الشرعيه هي اللي نتحدث عنها، لا نتحدث عن اشخاص بقدر ما نتحدث عن منظومه هي مظله اليمنيه نستطيع ان نحتمي بها لسعاده الدوله. هذا الهدف الاساسي الذي ينبغي ان نتناظر الجميع من اجله. اليوم في حاله من الافراط وتوهان. نعم. داخل المشهد اليمني. لكن سيد شفيع، يعني نتساءل هنا، يعني انه هناك معلومات انه او كما يؤكد السيد عبد الواحد ان هناك شحنات نفط يعني بيعت خلال الفتره الماضيه، وايضا يعني هناك توقف كامل لشركات استخراج النفط عدا شركه اماراتيه وحيده هي التي تعمل في شبوه، و ايضا يعني بيع هذا النفط باشراف من الحكومه، لكن العوائد دائما ما تذهب الى حسابات خاصه ولا تذهب الى حسابات الدوله. هل بالفعل يعني معلومات كهذه دقيقه؟ الشركه المنتجه للنفط في حقول شبوه، المنتجه للنفط في حقول شبوه في منطقه العقله، هي شركه او في شركه نمساويه، لا ادري اذا كانت احد اطراف التحالف، ويقول انها مساهمه من يعني الامارات مساهمه فيها بنسبه 25% ربما. لكن ايضا ما حسب ما يقال، انا حدثك ليس لدي معلومات كافيه، ولكن حسب ما يقال بان المبالغ يتم ايداعها للبنك المركزي في حسابات البنك المركزي اليمني. ايضا من شبوه تم تصدير اول شحنه خلال 3 شهور الماضيه، وتستعد الان لبيع الشحنه او تصدير الشحنه الثانيه خلال 15 يوم، وهي شحنه مباعه لشركه صينيه كما يقال. نعم. وقد اودعت المبالغ او ستودع خلال ايام للبنك المركزي اليمني. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيلا سيد شفيع العبد وكيل وزارة الشباب والرياضة. أعود بتساؤل الأخير للمحلل السياسي فهمي الثقاف. يعني سيد فهمي، كيف يمكن للحكومة الشرعية السيطرة على مواردها في ظل الرغبة الإماراتية الكاملة في السيطرة على جميع المرافق الحيوية في الدولة؟ لن تسيطر الحكومة اليمنية على مواردها وعلى كل المناطق المحررة بشكل فعلي حقيقي إلا من خلال طريقة واحدة فقط، وهي أولا إصلاح العلاقة المختلة بينها وبين التحالف، أن تكون العلاقة واضحة ومحددة تماما. بدون هذا طبعا لن تتمكن الحكومة الشرعية بأن تسيطر على أي شيء في البلد تماما. نعم. يظل الامر في قبضه التحالف،
وهذه السياسه الان التي يتبعها تحالف اليمن هي حتما تذهب باليمن نحو التفتيت والتمزيق والضياع للاسف الشديد. نعم اذا ونحو مزيد من الفقر واخبار اليمنيين ونحو مزيد من لعب خيرات ثروات اليمنيين والسيطره على مواردهم وعلى موانئهم وعلى كل منافذ اليمن للاسف الشديد. نعم إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا المحلل السياسي فهمي ثقاف، كنت معنا من عدن. وفي ختام هذه الحلقة أيضا أشكر ضيفي أو ضيوفي عبد الواحد العوبلي محلل اقتصادي كان معنا من ماليزيا، وشكر أيضا للسيد شفيع العبد وكيل وزارة الشباب والرياضة كان معنا من القاهرة. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجوى، هي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.